بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله مباراة هامة جدا كالعادة. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم خلال الأيام السابقة إن السبع مباريات القادمة هي دوري خاص بالنادي الأهلي، ملناش علاقة بأي حد، ملناش علاقة بنتائج أي حد، لنا علاقة فقط بنتائج النادي الأهلي. مباراة في الأسبوع 31 ما بين النادي الأهلي وطلائع الجيش. هذه المباراة أو الثلاث نقاط دي واحدة من أهم المباريات خلال الفترة القادمة. نادي الأهلي النهاردة بيستعد استعداد مش خاص، ولكن كل مباراة لها استعداد بالفعل، هو استعداد خاص لكل مباراة. مباراة النهاردة كانت هي المباراة التي لها استعدادات خاصة جدا. ليه؟ لأن ثلاث نقاط دول إن شاء الله لو النادي الأهلي قدر أو استطاع أن هو يحصل على الثلاث نقاط سيتساوى في الرصيد مع نادي بيراميدز متصدر الدوري العام المصري. ولكن زي ما حضراتكم عارفين هناك فارق مباراتين ما بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز. نادي الأهلي لعب مباراتين أقل من نادي بيراميدز، وبالتالي المنافسة هتكون غالبا خلال الفترة القادمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، إلا إذا جد جديد. وزي ما أنتم عارفين كرة القدم دائما ما يكون فيها الجديد، خصوصا في الدوري العام المصري. امبارح خمس مباريات اتلعبوا في الدوري العام. مباراة حرس الحدود والإسماعيلي كانت هي المباراة اللي كان كل الناس بتتفرج عليها وكل الناس بتشوفها. فاز حرس الحدود على النادي الإسماعيلي وأشعل صراع القاع في الدوري العام المصري. النهاردة مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش زي ما قلت لحضراتكم مباراة في أسبوعها في الأسبوع 31 للدوري العام المصري. كل الناس تنتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي في هذه المباراة، كيف سيدخل مارتن لاسارتي بتشكيلة قد تكون فيها بعض المفاجآت وقد يكون لا. وزي ما حضراتكم عارفين كل مباراة ولها رجالها، كل مباراة ولها لاعبينها. الفترة اللي فاتت بالكامل كان دائما هناك غيابات وغيابات كثيرة جدا داخل فريق النادي الأهلي. أنا بحب دائما أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة، الفترة اللي فاتت الغيابات ما كانتش أو كانت طبعا بتؤثر وبشكل سلبي على النادي الأهلي، ولكن الحمد لله النادي الأهلي بينافس على صدارة الدوري العام كالعادة وكل الأمور ماشية بشكل جيد. الفرق التانية الحقيقة أي فريق تاني، أنا ما بتكلمش على فريق واحد، هناك فرق بيجيب منها لاعب أو اثنين أو ثلاثة الأمور بتبقى مختلفة تماما. وبالتالي النهاردة الحمد لله عودة وليد سليمان ليزين قائمة النادي الأهلي، عودة أيضا عمرو السولية، عودة محمد الشناوي، اثنين اللي كانوا موقوفين في المباراة السابقة أمام النادي المصري. كيف سيدخل لاسارتي في هذه المباراة؟ التشكيل اللي هيبدأ بيه لاسارتي الاحتياطي، من اللي هيكون بره ال 18؟ كلام كتير جدا هنتكلم فيه ونشوف ماذا سيفعل مارتن لاسارتي في هذه المباراه.